عدد بمسمى الأعمال التجارية الأصلية أو الأعمال التجارية بطبيعتها فنعني بها مسمى واحد. وهذه تقسم إلى خمسة أقسام، إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول هو الأعمال التجارية بطبيعتها المنفردة، والقسم الثاني هو الأعمال التجارية بطبيعتها على وجه المقاولة. نبدأ أولا بالأعمال التجارية بطبيعتها المنفردة. وتعرف الأعمال التجارية بطبيعتها المنفردة هي الأعمال التي تعتبر تجارية حتى وإن وردت لمرة واحدة، لأن تعريفنا ابتداء للأعمال التجارية بطبيعتها أن هي الأعمال التي تعتبر تجارية بصرف النظر عن صفة القائم بهذه الأعمال. ويأتي تعريف الأعمال التجارية المنفردة على أنها الأعمال التي تعتبر تجارية حتى وإن وردت لمرة واحدة. وتقسم هذه الأعمال التجارية المنفردة إلى خمسة أقسام. القسم الأول منها يسمى الأعمال التجارية الشراء لأجل البيع، والقسم الثاني يسمى أعمال التجارة البحرية، والثالث يسمى الأوراق التجارية، والرابع يسمى الصرف وعمليات البنوك، والخامس يسمى السمسرة. سوف نبدأ الحديث في كل واحد من هذه الأعمال على حدة بإذن الله. أولا الشراء لأجل البيع. ورد تعريف هذا النوع الأول من أنواع الأعمال التجارية المنفردة في المادة الثانية الفقرة ألف من نظام المحكمة التجارية على أنه كل شراء بضاعة أو غلال من مأكولات وغيرها لأجل بيعها بحالها أو بعض صناعة وعمل فيه. هذا نعني به الشخص إذا أقدم على شراء بضاعة أو على شراء غلال من مأكولات أو غير المأكولات بقصد أن يبيع هذه الأشياء التي اشتراها، سواء كان بالحال التي اشتراها بها أو بعد صناعة وعمل فيها، يعتبر هذا العمل عمل تجاري تحت مسمى الشراء لأجل البيع. ومن هذا النص بنستخلص عدد من الشروط يجب توافرها في مثل هذا العمل حتى أنه يسمى شراء لأجل البيع. الشرط الأول هو عملية الشراء، بمعنى العمل الذي يسمى شراء بغرض البيع يجب أن تسبق عملية البيع الشراء، بمعنى أن الشيء الذي امتلكته يجب أن تكون قد امتلكته عن طريق الشراء، لأن هنالك طرق أخرى يمكن أن تمتلك بها الشيء غير الشراء، مثلا قد يكون عن طريق الإرث، قد يكون عن طريق الهبة، قد يكون عن طريق الهدية وغيرها من الطرق الأخرى. إذا امتلكت أي من الأموال بواسطة هذه الطريقة وأقدمت على بيعها، فبيع هذا المال لا يعتبر عملا تجاريا لأنه لم يسبقه شراء. ومن شرط الشراء هذا بترد عدد من الاستثناءات على هذا الشرط، من ضمنها النشاط الزراعي. النشاط الزراعي لا يعتبر عملا تجاريا تحت مسمى الشراء لأجل البيع، وذلك تحت مسمى الشراء لأجل البيع، وذلك لأن النشاط الزراعي لم يسبقه شراء، حتى وإن كان هنالك شراء لبذور أو تقاوى أو أسمدة، فهذا يعتبر جزء من النشاط الزراعي فلا يدخل في أنه عمل تجاري، إنما هو عمل زراعي. النوع الثاني من الاستثناءات هو الصناعات الاستخراجية. والصناعات الاستخراجية هذه نعني بها عمليات التنقيب في باطن الأرض عن الثروات، سواء كانت معادن أو النفط أو غيرها، وهذه أيضا لا تعتبر أعمال تجارية، وإنما تعد من ضمن الأعمال المدنية لأنه لم يسبقها عملية شراء، وإنما هو تنقيب، وهذا التغييم في إنه العمل هذا يعتبر عمل تجاري، عمل مدني وليس عملا تجاريا. أيضا الإنتاج الفكري، وهذا نعني به حق المؤلف والحقوق المجاورة له، وأيضا العلامات التجارية وبراءات الاختراع ورسوم النماذج الصناعية، هذه جميعها إنتاج فكري لم يسبق هذا الإنتاج أي نوع من أنواع الشراء، فلذلك يدخل في نطاق أنه عمل مدني وليس بالعمل التجاري.
المهن الحرة، ونعني بها مثلا مهنة الطب، مهنة الهندسة، المحاسبة، المحاماة، الخياطة، جميع هذه المهن تعتبر أعمال مدنية وليست أعمال تجارية، على أساس أن هذا الشخص بيستخدم كفاءة أو مقدرة ذهنية في نشاطه أو في عمله لم يسبقها شراء، لذلك تعتبر جميع هذه الحالات هي استثناء من شرط الشراء، وهي تعتبر أعمال مدنية وليست أعمال تجارية. الشرط الثاني الذي يجب أن يتوافر أن يكون محل الشراء منقولا، بمعنى أن الشراء يجب أن يقع على مال منقول. الأموال عندنا لها قسمين، أموال منقولة وأموال ثابتة ثبات قرار، اللي هي مثل العقارات. فلذلك ما يرد على العقارات من شراء العقارات من شراء وبيع يعتبر هذا عملا مدنيا وليس عملا تجاريا. أما الأموال المنقولة مثل السيارة، مثل السفينة، مثل الجوال، مثل الأساسات وغيرها، هذه أموال منقولة، إذا وقع عليها شراء بغرض بيعها تكون استوفت الشرط الثاني، يعتبر العمل عمل تجاري تحت مسمى الشراء لأجل البيع. الشرط الثالث هو شرط غصب البيع أو التأجير، بمعنى عند لحظة شراء المال المنقول هذا يجب أن تنصرف نية المشتري إلى أنه يريد أن يبيع هذا المال. إذا توافر هذا القصد عند عملية الشراء وتمت إعادة البيع أو لم تتم إعادة تمت إعادة البيع، نقول أن هذا العمل عمل تجاري تحت مسمى الشراء لأجل البيع. أما إن كانت النية ابتداءً لا تنصرف إلى إعادة البيع، هذا لا يعتبر عملا تجاريا، وإنما يعتبر عمل مدني يفصل فيه أمام المحاكم المدنية وليست المحاكم التجارية. الشرط الرابع قصد تحقيق الربح، وأي عملية بتاع الشراء بغصب البيع لابد أن يكون قصد الربح حاضرا فيها، لكن هنالك بعض الأعمال الخيرية، يعني الشخص إذا اشترى مثلا شيء بقرض أن يوزع دون أن يحقق منه أرباح، هنا قصد تحقيق الربح لا يكون متوافرا في هذا الجانب، وفي هذه الحالة لا يعتبر هذا العمل عملا تجاريا، وإنما يعد من نطاق الأعمال المدنية. النوع الثاني من أنواع الأعمال التجارية بطبيعتها المنفردة هي الأوراق التجارية، والأوراق التجارية هي عبارة عن صكوك يتم تحريرها وفقا لبيانات شكلية حددها النظام، وموضوع هذه الصكوك عادة ما يكون مبلغ مالي، وتستخدم هي لأداة وفاء، وتستخدم كأداة وفاء، وتستخدم أيضا كأداة ائتمان في بعض الأحوال. والأوراق التجارية عندنا منها ثلاثة أنواع، هي الشيك والكمبيالة والسند لأمر. وجميع التعاملات التي تقع على هذه الأوراق التجارية تعتبر جميع المعاملات التي تقع على هذه المعاملات الأوراق التجارية يعتبر عمل تجاري، يعني تحرير الشيك يعتبر عمل تجاري، صرف الشيك يعتبر عمل تجاري، استلام قيمة الشيك يعتبر أيضا من الأعمال التجارية في هذا الجانب. هذه أنواع مختلفة، السند الإذني والشيك والكمبيالة بأنواع المعروفة لدينا. النوع الثالث من أنواع الأعمال التجارية المنفردة هي أعمال الصرف والبنوك، وهذه من جزئة إلى جزئين، الجزء الأول هو عملية الصرف، والصرف يعني عندنا مبادلة النقد بالنقد، مبادلة النقود بالنقود، بمعنى أنك تذهب إلى صرافة وتسلم عملة سعودية ويسلموك العملة الأجنبية التي تطلبها، هذا الصرف يدوي والنوع الأول من أنواع الصرف. النوع الثاني هو الصرف عن طريق التحويل، بمعنى أنك تسلم العملة السعودية في المملكة العربية السعودية على أنها تستلمها في الدولة المعنية بالعملة التي تطلبها أنت في تلك الدولة، هذا الصرف. وهذا ورد النص عليه صراحة في المادة الثانية الفقرة ب من نظام المحكمة التجارية على أنه هو يعتبر عمل تجاري. أما الشق الثاني من هذه الأعمال هي أعمال البنوك، والبنوك عندها البنوك أصلا هي عبارة عن شركات تجارية، وبتزامل هذه البنوك نشاطا ماليا ضخما، البنوك تفتح حسابات الجارية، البنوك تقبل الودائع، البنوك أيضا تفتح اعتمادات مستندية، البنوك تصدر خطابات ضمان مصرفية، البنوك تمول الأنشطة التجارية الدولية بأنواعها المختلفة. جميع هذه الأنشطة
لم يرد نصا واضحا وصريحا في نظام المحكمة التجارية على أن أعمال البنوك تعتبر عملا تجاريا، لكن جرى العمل على اعتبار أنها عمل تجاري يفصل فيه أمام المحاكم التجارية بموجب الأنظمة التجارية. النوع الرابع من أنواع الأعمال التجارية المنفردة هي السمسرة، والسمسرة تعرف على أنها هي الوساطة في إبرام العقود، ويطلق نفس اللفظ على العمولة التي يتقاضاها السمسرة، يعني السمسرة هي عبارة عن عقد توسط لإتمام صفقة ما. ورد النص عليها صراحة في المادة الثانية من نظام المحكمة التجارية على أنها تعتبر عمل تجاري. والأهم في حديثنا هذا أن نوضح أن السمسرة تعتبر عمل تجاري حتى وإن كانت الصفقة التي تمت بموجبها السمسرة هي صفقة مدنية، يعني مثلا شخص يتوسط لإتمام صفقة شراء عقار، شراء العقار وبيعه يعتبر عمل مدني، لكن واقعة السمسرة نفسها تعتبر عملا تجاريا بالرغم من أن الصفقة مدنية. أيضا السمسار إن كان محترفا يعتبر عملية السمسرة عمل تجاري، حتى وإن لم يكن محترفا تعتبر عملية السمسرة عملا تجاريا، حتى وإن زاول العمل عملية السمسرة لمرة واحدة يعتبر عمله عمل تجاري تحت هذا المسمى. النوع الأخير من أنواع الأعمال التجارية بطبيعتها المنفردة هي أعمال التجارة البحرية. وأعمال التجارة البحرية أيضا هي الأعمال المتعلقة ببناء السفن وبيعها وشرائها وصيانتها وتعيين العمال والموظفين الذين يعملون فيها وتوفير المعينات والأدوات التي يعملون بموجبها في السفن. إذا أي من هذه الأنشطة المتعلقة بأعمال التجارة البحرية بمخصوص على وجه الخصوص السفينة يعتبر عمل تجاري يفصل فيه أمام المحاكم التجارية وفقا للأنظمة التجارية النافذة في البلاد. هذا النوع الأول من أنواع الأعمال التجارية بطبيعتها أو الأصلية. النوع الثاني هو أعمال التجارية بطبيعتها التي تتم بطريق المقاولة. والفرق الأساسي بالأعمال التجارية بطبيعتها المنفردة والتي تتم بطريق المقاولة أن المنفردة تعتبر عمل تجاري حتى وإن وقعت لمرة واحدة. أما الأعمال التجارية بطريق المقاولة هذه لا تعتبر عملا تجاريا إلا إذا وقعت على سبيل التكرار مع وجود التنظيم للقيام بمثل هذا العمل. يعني الفرق الأساسي فيما بينهم أنه يجب أن يتم تكرار في مزاولة العمل التجاري بطريق المقاولة، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني يجب أن يكون هنالك تنظيم للقيام بهذا العمل. التنظيم نعني به مثلا التصديق للسلطات المختصة للقيام بهذا العمل، وجود الأدوات، وجود المعينات، وجود العمال الموظفين المختصين للقيام بمثل هذا العمل. وعندنا منها عدد من أنواع المقاولات وهي سبعة. النوع الأول هو صناعة مقاولة التوريد، مقاولة الصناعة، ومقاولة التوريد، مقاولة الوكالة بالعمولة، مقاولة النبي، مقاولة البيع بالمزاد، مقاولة المحلات والمكاتب التجارية، مقاولة إنشاء المباني. ونتحدث بإذن الله بشيء من التفصيل عن كل واحد من هذه الأنواع المقاولات التي أوردناها. النوع الأول هو مقاولة الصناعة. مقاولة الصناعة هذه نعني بها تحويل المواد الأولية إلى مواد مصنعة أو شبه مصنعة، بمعنى أن الشخص يكون لديه مصنع ثابت المقر، فيه عمال، فيه موظفين، فيه مختصين، يقوم بتزويد هؤلاء الأشخاص بمواد خام، هم يقومون بتحويل هذه المواد الخام إلى مواد مصنعة أو شبه مصنعة، ومن ثم يأخذ إنتاجهم ويضارب فيه في الأسواق ويتحصل على عائد مالي لتسيير أعمال مصنعية. إذا تم العمل بهذه الكيفية وكان هنالك تنظيم وكان هنالك تكرار في ممارسة هذا العمل، نسمي أن هذا العمل تم على وجه مقاولة الصناعة. النوع الثاني من أنواع الأعمال التجارية بطريق المقاولة نعني به مقاولة التوريد. والتوريد هو عقد يتعهد بمقتضاه شخص
بأن يسلم بضاعة أو يقدم خدمة معينة بصفة دورية أو منتظمة خلال فترة معينة لشخص آخر نظير مبلغ معين. يعني كثير نحن بنشوف من الجهات الحكومية بتطرح مناقصات لكي تتعاقد بموجبها مع موردين لتوريد بعض الخدمات أو لتوريد بعض البضاعة خلال فترات زمنية منتظمة. مثلا نشوف بعض المؤسسات وبعض الشركات تورد خدمة الاتصالات من شركة STC، هذا عقد توريد لأنه بتتفق معها على توريد هذه الخدمة بصورة منتظمة. يعني نشوف في جامعة الإمام مثلا هناك خدمة إنترنت موجودة في الجامعة، خدمة الإنترنت هذه لما تشوف العلامات الشركة اللي تقدم هذه الخدمة تجد أنها STC، ذلك يعني أن الجامعة متعاقدة مع هذا مع شركة STC على توريد خدمة الإنترنت بانتظام الجامعة. أيضا قد يكون جامعة متعاقدة مع جهة لتوريد استيشنري، أيضا ممكن شركات الطيران تتعاقد مع جهات أخرى لتوريد المواد الغذائية التي تقدم على مثل الرحلات المختلفة لشركات الخطوط الجوية المختلفة. النوع الثالث هو مقاولة الوكالة بالعمولة، وهذه المقاولة تختلف عن الوكالة العادية، لأنه في الوكالة العادية يظهر الوكيل لا يكون طرفا في العقد، أما في وكالة في مقاولة الوكالة بالعمولة الوكيل يكون أصيلا في العقد، في مقاولة الوكالة في الوكالة العادية الوكيل يظهر باعتبار أنه طرف إلا أنه وكيل عن طرف آخر، أما هنا الوضع يختلف في هذه الحالة. لذا نعرف الوكالة بالعمولة على أنها هي عقد يلتزم بمقتضاه شخص يسمى الوكيل بالعمولة بأن يقوم بعمل قانوني باسمه الخاص لحساب موكله نظير أجر يسمى العمولة، كالوكيل الذي يقوم ببيع الأوراق المالية في البورصة باسمه لحساب عملائه. ونصت المادة الثانية الفقرة باء من نظام المحكمة التجارية على تجارية الوكالة بالعمولة. يعني عندنا أسواق الأوراق المالية فيها وكلاء، الوكلاء هؤلاء يقومون بتداول الأوراق المالية باسمهم هم لحساب عملائهم، نعم باسمهم لحساب عملائهم، ويتقاضون في نهاية الأمر عمولة من جراء هذا العمل الذي يقومون به. قيام بهذا العمل بانتظام وتكرار بيجعل عملهم عمل تجاري تحت مسمى مقاولة الوكالة بالعمولة. النوع الرابع من أنواع المقاولة مقاولة النقل، والنقل عنده أنواع، إما أن يكون نقلا بريا أو نقلا بحريا أو نقلا جويا، وقد نص ورد النص عليه في المادة الثانية الفقرة باء من نظام المحكمة التجارية على أن هذا العمل يعتبر عمل تجاري تحت مسمى مقاولة الوكالة بالعمولة، ويشترط فيه أن يكون هنالك تنظيم وأن يكون هنالك تكرار. لكن الشاهد في نص هذه المادة أن النقل الجوي لم يذكر وقتها، ولعل تلك الفترة لم يكن النقل الجوي بهذا الازدهار وبهذا التأثير في الحياة اليومية. النوع الخامس هو مقاولة المحلات والمكاتب التجارية. هذا النوع من أنواع المقاولة نعني به المحلات التي تقدم خدمة للجمهور بمقابل، يعني المكاتب التي تقوم بإدارة الأملاك أو التي تقوم بالتخليص الجمركي أو التي تقوم باستخراج الرخص، ومكاتب الإعلانات ووكالات الأنباء مثلا، ومكاتب السفر والسياحة. هذه جميعها طالما أنها تقدم خدمة منتظمة وتقدمها بمقابل الجمهور عملها يعتبر عمل تجاري تحت مسمى مقاولة المحلات والمكاتب التجارية. النوع السادس هو مقاولة البيع بالمزاد، وأيضا البيع بالمزاد نعني به التحريج على سلعة أو على منتج أو على سيارة في مناطق محددة من قبل شخص معين خلال فترات زمنية محددة.
وبيفتح المزاد بسعر محدد، وبعد ذلك الحاضرون يزايدون على هذا على هذه السيارة والمنتج، ومن ثم يعلن أن المزاد قد رسى على شخص معين ويتم الصفقة. الشخص الذي يزاول هذا العمل بانتظام نعتبر أن العمل في حقه عمل تجاري تحت مسمى مقاولة البيع بالمزاد، لا نعني البائع ولا نعني المشتري، لأن هذا الشخص هو الذي يزاول العمل بانتظام وتكرار في هذا الحال، وتكون السلعة والبضاعة مستعملة أو تكون جديدة، في كلا الأحوال يعتبر العمل عمل تحت مسمى مقاولة البيع بالمزاد. النوع الأخير من أنواع مقاولة الأعمال التجارية بنسميها مقاولة إنشاء المباني، ولعلها هي الأكثر وضوحا في حياتنا اليومية، ونعني بها إنشاء المباني، نعني بها الهدم، نعني بها الترميم، نعني بها إنشاء الطرق، إنشاء الجسور، إنشاء المطارات، حفر القنوات والمصارف، جميعها هذه تدخل في مقاولة إنشاء المباني. متى ما كانت تتم بانتظام وتكرار، ومتى ما كان المقاول أو المتعهد هو الذي يقوم بتوريد المؤن والأدوات اللازمة لهذا التشغيل، فيعتبر عمله تحت مسمى مقاولة إنشاء المباني، وهذا العمل يعتبر عمل تجاري بطبيعته. إذا حدث، يعني عشان نذكر جزئية وتربط كل السبعة أنواع من الأعمال التجارية هذه، إذا حدث أي نزاع حول أي من هذه الأعمال، المحكمة المختصة بنظر هذا النزاع هي المحكمة التجارية، والفصل فيها عادة ما يكون بموجب القانون التجاري. والأنباء الواردة من المحاكم التجارية في المملكة بعد زاولة نشاطها خلال الفترة الزمنية هذه، على أن الإجراءات فيها أصبح إجراءات التقاضي فيها أصبحت سريعة وخلال فترة زمنية قصيرة، بل تم تحديد فترة زمنية أعتقد أن لا تتجاوز 3 أسابيع على أن يتم الفصل في الدعاوى المرفوعة أمامه. وهذا المنح هو الذي يتسق مع طبيعة العمل، مع طبيعة الأعمال التجارية، لأن الأعمال التجارية تتطلب السرعة، لأن الأموال حركتها بتتأثر يوما بعد يوم، أيضا على أن العاملون في مجال النشاط التجاري تكون لديهم التزامات تتطلب الفصل في المنازعات بأسرع ما يكون حتى يستطيعوا أن يوفوا بالتزاماتهم للآخرين. ما ذكرناه في المحاضرة الماضية وهذه المحاضرة يمثل النوع الأول من أنواع الأعمال التجارية، واللي هي نحن نسميها الأعمال التجارية بطبيعتها أو الأصلية. والنوع الثاني منها يسمى عندنا الأعمال التجارية بالتبعية. الأعمال التجارية بالتبعية هذه ما يميزها أنها ليست أعمالا تجارية في ذاتها، وإنما هي في الأصل أعمال مدنية، لا تكتسب صفة أنها أعمال تجارية إلا بسبب صدورها من تاجر بغرض نشاطه التجاري. إذن هذا هو الشرط الأساسي، إن الأعمال التجارية بالتبعية هي في الأصل أعمال مدنية، لا تصبح أو نسميها أعمال تجارية إلا إذا صدرت من تاجر بغرض نشاطه التجاري. إذن هنالك شرطان يجب أن يتوافرا حتى يصبح العمل عمل تجاري بالتبعية. وهذه ورد النص عليها في المادة الثانية الفقرة ب من نظام المحكمة التجارية، اللي هي عندما تحدثت على أن جميع العقود والتعهدات الحاصلة بين التجار والمتسببين والسماسرة والصيافة والوكلاء بأنواع تعتبر أنها هي أعمال تجارية. أرقام المواد غير مطلوب حفظها، يعني هذه المادة رقم كذا رقم كذا رقم كذا، هذه غير مطلوب، الطالب غير مطالب بأن يحفظ رقم المادة، لكن مضمون المادة هو المطالب بحفظ، مطالب أنك تعرف مضمون المادة وتتعامل مع ما جاء في هذا المضمون. أيضا المادة الثامنة من نظام التجارة الموحد بتنص على أن جميع الأعمال التي يقوم بها التاجر بسبب يتعلق بتجارية تعتبر أعمال تجارية. يعني ديل مادتين في نظامين مختلفين بيأكدوا على أن الأنشطة التي يزاولها التجار بسبب نشاطهم التجاري تعتبر هي أعمال تجارية بالتبعية وليست أعمال تجارية مستقلة.
بيرد بعض التطبيقات على الأعمال التجارية التبعية، مثلا الالتزامات التعاقدية اللي هي دي نصين عليها قبل شوية، بمعنى إنه التاجر الذي يوقع أي نوع من أنواع العقودات مع جهات أخرى بغرض نشاط تجاري، توقيعه لهذا العقد يعتبر عمل تجاري بالتبعية. مثلا التاجر اللي يتعاقد مع شركة الكهرباء على أن تقوم بتوصيل خدمة الكهرباء إلى واحد من محلاته التجارية بغرض مزاولة نشاط تجاري، بنقول أن عقد توصيل الكهرباء هذا يعتبر عمل تجاري بالتبعية بسبب أنه صدر من تاجر بغرض نشاطه التجاري. أيضا عقد الكفالة بيعتبر واحد من الأعمال التجارية التبعية إذا كان فيما يتعلق بالنشاط التجاري. وأيضا شراء وبيع المحل التجاري، شراء وبيع المحل التجاري إذا كان بغرض توظيفه في أنشطة تجارية بيعتبر هذا عمل تجاري بالتبعية. والعقود المتعلقة بالعقار، تقديم خدمة المياه، تقديم خدمة الكهرباء، تقديم خدمة الهاتف، جميعها تعتبر عقود تجارية بالتبعية. أيضا لدينا التزامات غير تعاقدية، من ضمنها المنافسة غير المشروعة. المنافسة غير المشروعة مثلا يكون أكثر من تاجر يعملون في مثلا مجال صناعة العطور أو صناعة المياه، يسعى أحد التجار إلى أن يقلد مثلا العلامة التجارية للتاجر الآخر بغرض المنافسة، وهذه تعتبر منافسة غير مشروعة، أو يستخدم اسمه دون وجه حق، اسم التجاري دون وجه حق، وهذه تعتبر منافسة غير مشروعة، تدخل في نطاق الأعمال التجارية مسؤوليتها، تدخل في نطاق أعمال تجارية بالتبعية. أيضا عندنا الإثراء بلا سبب، والإثراء بلا سبب هذا يتمثل في أن التاجر تحصل على عائد مالي دون وجه حق. مثلا إذا كنت أمام محل تموينات وتعرف أنه قارو التموية بريال، أعطيت صاحب التموينات 5 ريال، بدل يعطيك راجع 4 ريال أعطاك 3 ريال، فهنا أخذ ريال، الريال الإضافي اللي أخذه بنقول إثراء بلا سبب، يدخل في نطاق أنه هو عمل تجاري بالتبعية، مسؤوليته المسؤولية حوله تخضع تحت نطاق الأعمال التجارية بالتبعية. النوع الأخير من أنواع الأعمال التجارية هي ليست أعمال تجارية مستقلة، وإنما نحن نسميها أعمال مختلطة، بمعنى أنها تجمع بين العمل المدني والعمل التجاري. أمثلة كثيرة بالنسبة لهذه الأعمال، مثلا شراء جارورة مياه مثلا من التموينات، هذا عمل مختلط لأنه في حقك يعتبر عمل تجاري، في حقك يعتبر عمل مدني لأنك تريد أن تستهلك هذه الجارورة، وفي حق التاجر الذي يزاول العمل يعتبر هذا العمل تجاري، إذا هذا عمل مختلط. الشخص اللي يشتري تذكرة من الخطوط الجوية السعودية بغرض مثلا سفر إلى مدينة جدة لزيارة أهله، هذا يعتبر عمل مختلط، لأن شرائك لهذه التذكرة يدخل في نطاق أنه عمل مدني، والشركة اللي باعتك هذه التذكرة عملها يعتبر عمل تجاري، فهذا يعتبر عمل مختلط في هذا المقام. أيضا اللي يفتح حساب في البنك بغرض أن يودع فيه بعض الأموال لا ليس يريد استخدامها في أعمال تجارية، يعتبر هذا العمل عمل مختلط، لأنه البنك في عمل العمل في حق البنك يعتبر عمل تجاري، أما في حقك أنت يعتبر عمل مدني في هذا المقام. إذا هذه هي الأعمال المختلطة. الحديث الأهم حول هذه الأعمال المختلطة هي المحكمة المختصة، لأنه إذا كان العمل مدني مستقل لحاله خلاص يوصل فيها أمام المحاكم العامة، أما إذا كان العمل تجاري يوصل فيها أمام المحاكم التجارية. أما إذا كان العمل مختلطة هنا يصبح ما هي المحكمة المختصة بنظر مثل هذا النزاع؟ نقول أن المدعي إذا كان مدنيا يتعين عليه أن يرفع الدعوة أمام المحكمة التجارية، لأنه في هذا المقام يكون المدعي عليه تجاري. المدعي إذا كان مدني له الخيار بأن يرفع الدعوة أمام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية، لأن المدعي لما يكون مدني معناته المدعي عليه تجاري. أما إذا كان المدعي تجاري وذلك يعني أن المدعي عليه مدني، يتعين عليه أن يرفع الدعوة أمام المحاكم المدنية. هذا ما يتعلق بالأعمال المختصة. نريد أن ننتقل إلى حديث آخر وهو متعلق بالتاجر، والتاجر نعني به
الشخص الطبيعي الذي يزاول الأنشطة التجارية. ولو نفتكر عند بداية الحديث عن تعريف القانون التجاري، أوضحت أنه هو مجموعة القواعد التي تختص بتنظيم نشاط التجار والأعمال التجارية. في بداية هذه المحاضرة تحدثنا عن الأعمال التجارية، إذا نبدأ الشق الآخر الذي نريد أن نتحدث عنه هو التاجر. الشق الآخر هو التاجر. التاجر لو نفتكر أيضا هو بمثل النظرية الشخصية أو الذاتية، وتم تعريف التاجر وفقا للمادة الأولى من نظام المحكمة التجارية على أنه هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له. وسوف نتحدث عن التاجر في جزئين أو في موضوعين رئيسيين، الأول يختص بشروط اكتساب صفة التاجر، والثاني يختص بالتزامات التاجر. وشروط اكتساب صفة التاجر هذه نعني بها ما هي الشروط التي يجب أن تتوافر في الشخص حتى يتسنى لنا أن نصفه بأنه تاجر. نذكر ثاني بالتعريف الذي ورد في المادة الأولى بالنظام المحكمة التجارية، اللي مضمونها أن التاجر هو كل من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له. من هذا التعريف نستطيع أن نستخلص عدد من الشروط يجب أن تتوافر في الشخص حتى يتسنى له اكتساب صفة التاجر. الشرط الأول مباشرة الأعمال التجارية، والشرط الثاني احتراف ممارسة الأعمال التجارية، والشرط الثالث ممارسة الأعمال التجارية باسمه ولحسابه الخاص، والشرط الرابع ضرورة التمتع بالأهلية القانونية اللازمة لمزاولة العمل التجاري. إذا الشروط المطلوبة ابتداء احتراف الأعمال التجارية، والثاني مباشرة الأعمال التجارية، والثالث الاستقلالية في مزاولة الأعمال التجارية أو يزاول العمل التجاري باسمه ولحسابه، والرابع التمتع بالأهلية. إذا هذه أربع شروط يجب أن تتوافر في الشخص حتى يتسنى له اكتساب صفة التاجر. الشرط الأول هو مباشرة الأعمال التجارية. الأعمال التجارية التي نعنيها في هذا المقام ويتعين على الشخص أن يباشرها هي الأعمال التجارية الأصلية. الأعمال التجارية الأصلية لا تدخل فيها الأعمال التجارية بالتبعية. وبمعنى أن التاجر الشخص الذي يريد أن يكتسب صفة التاجر يتعين عليه أن يباشر الأعمال التجارية الأصلية وليست الأعمال التجارية التبعية. والشرط الثاني هو احتراف التجارة، والاحتراف نعني به مزاولة العمل التجاري بانتظام. الاحتراف نعني به مزاولة العمل التجاري بانتظام. نعني به مزاولة الأعمال التجارية بانتظام وتكرار. الشروط الواردة هذه مطلوبة، يعني مثلا نقول ما هي شروط اكتساب صفة التاجر، هذه الشروط الأربعة مطلوبة، مثلا مباشرة الأعمال التجارية، احتراف الأعمال التجارية، الاستغلالية في مزاولة العمل التجاري، والأهلية، هذه شروط أربعة. الاحتراف الذي نعنيه في هذا المقام هو مزاولة العمل التجاري بانتظام وتكرار، وأن يكون هذا العمل التجاري هو مصدر أساسي من مصادر كسب هذا الشخص. ولا يشترط لكي يكون الشخص محترفا للعمل التجاري أن يزاول
قد يكون هذا العمل هو العمل الوحيد الذي يزاوله هذا الشخص، يعني ممكن أن تزاول معه عدد من الأعمال الأخرى. الشرط الثالث ممارسة التجارة باسم التاجر ولحسابه، وهذا نسميه بالاستغلالية، بمعنى يتعين أن يكون المحل التجاري باسمك، كما يتعين أن تكون أنت الذي تكتسب الفائدة من هذا المحل التجاري، وأنت الذي تتحمل الالتزامات المتعلقة بنشاط هذا المحل التجاري. هذا نعني به الاستغلالية، بمعنى أن الأشخاص الذين نجدهم في المحلات التجارية ويستلمون ويبيعون، هؤلاء ليس هم بتجار وإنما هم موظفون. أما التاجر هو الذي تكون الأوراق باسمه، والتاجر هو الذي يتحمل الخسارة، والتاجر هو الذي يستفيد من المكسب الذي يحققه المحل التجاري. وهذه جزئية بتثير ظاهرة التستر، لأن هنالك كثير من الأشخاص تكون الأوراق الرسمية باسمهم، لكن الذي يزاول العمل أساسا والذي يدير العمل أساسا والذي يستفيد من العائد المالي بالنسبة لهذا المحل التجاري شخص آخر. جرى العمل الآن على أنهم كلاهم يعتبر تاجر أمام النظام، حتى أنه يتحمل المسؤولية كاملة. الشرط الثالث هو الأهلية، الرابع هو الأهلية، هو المكتوب الخامس لكن الصحيح هو الرابع. الرابع هو الأهلية، بمعنى أن الشخص الذي يريد أن يزاول العمل التجاري يجب أن يكون ذو أهلية، بمعنى أن يكون راشدا، أي أنه بلغ سن الرشد والتي حددها النظام بأنها 18 عاما، وسبق أن تحدثنا عنها في هذا المقام، ويجب أن لا يكون فيها أي عارض من عوارض الأهلية أو مانع من موانع الأهلية، وأيضا التي سبق أن تحدثنا عنها. هي التعريف الطويلة التي تحدثين عنها. إذن ما ذكرناه سابقا هذه تدخل في الالتزامات، الشروط الأربعة التي يجب أن تتوافر في الشخص حتى يتسنى له اكتساب صفة التاجر. الشق الآخر من الحديث عن التاجر هو التزامات التاجر. بعد أن يكتسب الشخص صفة التاجر من خلال التحلي بالالتزامات بالشروط الأربعة التي ذكرناها، الأنظمة تفرض عليه عدد من الالتزامات يتعين عليه مراعاتها. أول هذه الالتزامات الالتزام بمراعاة الدين وآداب المهنة، والالتزام الثاني التزام بمسك الدفاتر التجارية، والالتزام الثالث الالتزام بالقيد في السجل التجاري، والالتزام الرابع هو الالتزام بالقيد في الغرفة التجارية والصناعية. هذه هي الالتزامات الأربعة التي يتعين على التاجر أن يلتزم بها. نتحدث عادة يا جماعة، بيحصل خلط من الطلاب بين شروط اكتساب صفة التاجر والتزامات التاجر، ويجب أن نركز أن شروط اكتساب صفة التاجر هي شروط قبل أن تصبح تاجر، يعني أنت بتستوفيها لكي تصبح تاجرا. أما الالتزامات التاجر فهي الالتزامات التي تترتب على الشخص بعد أن يصبح تاجر. الالتزام الأول هو الالتزام بمراعاة الدين وآداب المهنة. نحن ندرك تماما على أن الدين الإسلامي أولى نشاط التجار اهتماما كبيرا، وذلك لإدراكه بأن التاجر يمثل حجر الزاوية في المجتمع المسلم السليم المعافى، لأن التاجر مؤتمن على المأكل والمشرب والمسكن والدواء. إذا صلحت هذه يعتبر النشاط التجاري سليما، أما إن لم تصلح فلا يعتبر النشاط التجاري سليما. لذلك ورد في كتاب الله الكريم قول الله سبحانه وتعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس، قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ويل للمطففين
الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذه الآيات الكريمة بنجدها كثير موجودة أمام المحلات التجارية في عدد من المرصقات، وفيه حث بالنسبة من السلطات المختصة للتجار بمراعاة الدين في ممارسة تجارتهم، وأيضا فيها مناشدة بالنسبة للذين يتعاملون مع هؤلاء الأشخاص إذا رأوا أي نوع من أنواع المخالفات يبلغوا الجهات المختصة. أيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، فهذا فيه حث للصدق في المعاملات التجارية. وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لأنك إذا أحببت لأخيك ما هو فاسد من المنتجات، ما هو غير صالح من المأكولات، فهذا ليس من الإيمان في شيء. أيضا اليوم ما في كويز، لكن إن شاء الله حنزل في الأسبوع القادم، حنزل في الأسبوع القادم تكليف شامل لعدد من الأسئلة في الجزئيات التي درسناها بإذن الله. الأنظمة النافذة في المملكة حثت ووضعت أنظمة لمراقبة أنشطة التجار وملاحقة المخالفات التي تبدر من هؤلاء التجار وتعريضهم للمساءلة أمام المحاكم المختصة. فلذلك بنجد أنه ورد في المادة 5 من نظام المحكمة التجارية: يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية، نعم، محاضرات الأحد والأسبوع بإذن الله، محاضرات الأحد والأربعاء من كل أسبوع بإذن الله. أوضحنا أنه ورد في نظام المحكمة التجارية المادة 5 أنه يجب على كل تاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف، وبمعنى أنه يتعين على التاجر أن يراعي الدين ويراعي الأخلاق في ممارسته للتجارة، من حيث بعده عن الغش وعن التدليس وعن الضرر وعن الحزن في الأعمال المختلفة. الكويز مهم لأنه بيوري الطالب كيفية الأسئلة، وبيساعد الطالب في اختبار الزمن أيضا، كيفية أنك تستطيع أن تجيب على الأسئلة خلال فترة زمنية محددة، وهي عملية بتاعت مراجعة ومذاكرة بالنسبة للطالب لا أكثر من ذلك. وأيضا صدرت عديد من الأنظمة التي تهدف إلى تنظيم حفة التجارة، منها نظام مكافحة الغش التجاري، هذا النظام يسمى بهذا المستوى 1409 هجرية، أيضا نظام التسوية الواقية من الإفلاس، وأيضا 1416 هجرية، ونظام المنافسة 1425 هجرية. هذه جميعها أنظمة بتساهم في حث التجار على الالتزام بآداب المهنة ومراعاة الدين في معاملاتهم التجارية المختلفة. في ختام هذه المحاضرة نريد أن نذكر بما ورد فيها. تحدثنا في بدايتها عن الأعمال التجارية بطبيعتها وقسمناها إلى منفردة وأعمال تجارية على وجه المقاولة، ثم تحدثنا عن الأعمال التجارية المنفردة، تحدثنا عن الأعمال التجارية على وجه المقاولة، قسمنا المنفردة إلى 5 أقسام وعلى وجه المقاولة إلى 7 أقسام، ثم تحدثنا عن الأعمال التجارية بالتبعية، وانتقلنا بعد ذلك الأعمال التجارية الأعمال المختلطة، هذا يسأل منه الإدارة الفنية أساساً، المتابعة بالنسبة لديها، هم المسؤولين من التقييم ودرجاته وكذا. أيضاً تحدثنا بعد ذلك عن التاجر، ووضحنا ما هي شروط اكتساب صفة التاجر، وتحدثنا عن الشروط الأربعة لصفة اكتساب صفة التاجر، ثم عددنا التزامات التاجر، وإن هي 4 التزامات،
وتحدثنا عن الالتزام الأول وتوقفنا عند هذا الالتزام. التواريخ أنا ذكرت يا جماعة في المنتدى أن أو كتبت أن هنالك أربعة أنظمة وبتواريخها هي نحن المطالبون بها. النظام الأول تجدوه في منتدى المغرر. النظام الأول اللي هو نظام المحكمة التجارية صادر في 1350 هجرية، والثاني هو نظام الدفاتر التجارية 1409 هجرية، والثالث هو نظام السجل التجاري 1416 هجرية، والرابع هو نظام الشركات 1437 هجرية. هذا المقرر الذي ندرسه يقوم على هذه الأربع أنظمة الأساسية، هي فقط التي نطلب معرفتها ونطلب معرفة التواريخ. الأنظمة التجارية كثيرة جدا لكن يصعب على الناس حفظها. اخترنا هذه الأربعة لأنها هي المرتبطة ارتباط وثيق بالمفردات. هذا ما أردنا أن نقوله في هذه المحاضرة، وإلى أن نلتقي بكم في محاضرة الأحد بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.